رمضان أحلى أيامك بارك هالمولى وألامك الجنة تعطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. الو درك راح ندير معاكم من غسات نتاع الدجاج. كيفاش راح نطيب الدجاج؟ دونك كي تشوفوا الشوبيه كيما هكا عرفوا باللي سي لي فين تاع الدخنه هذيك ميم حكيتو قعدت كوميم دايوغ الكوزينه ماهيش ضاويه ياسر عجل البلافون مازال فيه هذيك الكحوله مازال ما جاوش باش ينحيوها لنا. دونك درك الدجاج تاعنا واش رايح نحط فيه؟ عندي هنا لي بيلون عندي لبيلون نحيت لهم الجلده من فوق وراح نطيبهم صح في الماء. واش نحط في الماء؟ نحط عرف تاع كرافس نحط نص بصله بركه مش ياسر زوز سنات نتاع ثوم ولا زوز فصوص تاع ثوم. ولهنا عندي لو سيترون كونفي كنت في المره اللي فات نحيت شويه قعد لي الطرف هذا راح نحطه معاه. لي زيبيس نحط الكركما نحط التابل والكرويه نحط الفلفل الاحمر الفلفل الكحل وشويه نتاع ملح. تبعوا معايا درك لا فيديو كيفاش نخدم لا ريسيت نتاعي تاع اليوم. انا بعد ما نطيبهم في لاصوص في الماء رايحه نقليهم ودرك تشوفوا كيفاش نقليهم. من بعد نزيد شويه باش يغلي لي في ساعة. الو نحط لي بيلون تاعي فوالا نحطهم يطيبوا. عرفتش نزيد ولا لا؟ ايوا خلي نزيد فوالا خلي نحطهم كاملين فوالا فاصون ولدي اليوم تاني يخدم وقت الفطور هو يكون يخدم دونك اني اوبليجي نبعثوا له الفطور. الو نحط نص تاع بصله صغيره هدية فوالا الو حطيت شويه نتاع البصل هذاك الا تحبوا ياسر كثروا نتوما زيدوا ربي ساهل فوالا عندي السنه نتاع الثوم قصيتها جوست شرحتها كيما يقولوا هكا برك فوالا نحط هذا لو سيترون كونفي الا ما عندكمش هذا تنجموا تحطوا السيترون الاخر قارص نورمال. الوغ هذا جوست عجل نكهه برك ونحط الكرافس. الوغ هنا درك واش رايح نحط؟ عندي نبدا صح بالفلفل الكحل نحط شويه نتاع فلفل الكحل نحط عليه التابل والكرويه حبتها تجيني مفوحه انا حبتها تجيني فيها طعمه بنينه على هذيك قاعده نحط فيها في لي زيبيس هادو. نحط الفلفل الاحمر الفلفل الاحمر اللي عندي انا حلو تحبوا ديروا الحار ديروا ما كانش مشكل. عندي الكركم وعندي الكركم نحط كيف ا ببري اون با دير ما عرف تعرفوني ما نكثرش لي زيبيس ياسر دونك هذا كامل ونخليهم يغليو نخليهم يطيبوا لي هادوما لي بيلون لازم يطيبوا باسكو من بعد راح نقليهم راح ندير لهم اون بانور ونقليهم ودرك تشوفوني كيفاش نعمل لهم من بعد ما يطيبوا خاطر كون ندير لا بانور تاعي راح يقعدوا لي من داخل نيين وما تجينيش فيهم بنه تجيني جوست طعمه الدجاج اي سي تو بصح كي نطيبهم كيما هكا راح يجيوني بنان وكي نقليهم يطيبوا لي من داخل فوالا على درك نقفل عليهم يبداو يغليو نقص شوي في الغاز وكي يطيبوا نرجعو نكملوا لا غسات نتاعنا. على درك واش راح نديرو؟ راح نديرو هذيك لاباغاي ماهوش اباغاي سيتادير ميكانيك ولا مي تو سكي حليب مع فارينه وهذيك نعيطوا له انا باغاي احنا فوالا. الوغ دونك واش رايحه ندير؟ عندي هنا شويه نتاع حليب نحط ابوبخي نص كاس نتاع حليب ابوبخي فوالا ابوبخي نص كاس نتاع حليب نحط عليه عظمه عندي العظمه هذه درت بها فضلت لي دونك مانيش رايحه نطيشها نحطها في لاباغي تاعي نحط الهدايا
هدايا توم مرحي، توم غبرة، توم غبرة. نحط فلفل كحل، فلفل كحل. نحط الكركم، لو كركما، شوية ما نكترش، شوية برك. فلفل كحل، نحط دركا شوية بلوتو الملح، الملح قبيلة نسيت ما حطيتش ليه، هاني حطيت كمان، هاني حطيت فوالا. ونحط دركا الفارينة، الفارينة في نص كاس، نحط سامحوني وفلفل كحل يعطسني، نحط زوز مغارف نتاع فارينة فوالا، زوز مغارف ماهمش معمرين ياسر. ونحط دركا لا شابلوغ، راح نخلط شابلوغ وفارينة، نحط زوز مغارف ونشوف، زوز مغارف نتاع لا شابلوغ ولا خبز يابس مرحي، ونشوف واش راح تمدلي. انا لازمني تكون لاباريتي، لازم يكون فريمون عاقد، لازم يكون عاقد، بصح مانيش رايح نديرو عاقد بالفارينه، ها راح نديرو عاقد بلا انا. ودرك تبعوا معايا اونكور، بعد ما طاب وهيت على الدجاج طاب، هذه هي هاي جمدت مليح، شوفوا انا زدت لها شويه نتاع لا شابلوغ، زدت لها لا شابلوغ. دركا رايحه نحي الدجاج، نخليه يبرد شويه برك، مش ياسر. اون بلوس انا دركا نزربه باش نطلعوا الفطور لولدي، باسكو اليوم تاني ما يروحش، وكم كيما قلت لكم لازمني نبعث له ديما بالزايد. فوالا الو انفرغو. ومن بعد هاد المرقه اللي قعدت هادية مانيش راح نطيشها، رايح نطيب فيها البطاطا، نحط عليها قشرت شويه بطاطا، انا هاهي قصيتها كيما هكا، رايحه نطيبها فيها، ومن بعد نعاود نديرها صوتي بالزبده. فوالا فوالا، فطور خفيف ورايح يجي بنين هايل، نقوي كيما مالفين كي يبدا يغلي الناقص. فوالا الوغ دركا هادي نعطيكم غابيدمون برك، رايحه نروليها بهادي، بصح قبل جو بريفير انا نرمدها في الفارينه، نرمد صحه هذا في الفارينه، ومن بعد باش نحط عليه لاباغي تاعي هذا. فوالا سينو ما يحكمليش. فوالا ها هو كيف يجي، هذا درتو بالفارينه، هذا الاول، الثاني بالسيف حكمت فيه باسكو ما فيهش الفارينه. رايحه نزيد ندير واحد اخر باردون، انا نرمدو صح بالفارينه باش تلصق فيه في ساعه، هذه لاباغي اللي عملتو درك، فوالا هو او يلصق ما تخافوش، بالعكس بالفارينه يلصق خير، فوالا والزايد بيان سور راح يهبط راح يروح. فوالا من بعد انا واش رايحه ندير، رايحه نقليه هذا الدجاج، هذا رايحه نقليه ونديرو مع البطاطا هذيك سوتي، راح يجي بنين 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 وخفيف خلاص. شوفوا انا شفتها بدات تنشف لي شويه، زدت لها عظمه، الوغ نعاود لا ميم شوز، نقص شويه في الغاز هنا باش طيب لي في سال، مش طيب لي في ساعه، ما تترغبش في الطياب. فوالا نحط هنا، ونحط ونعاود ندير لا ميم شوز. فوالا الا شفتوا هيا كي تحطوا تحطوا لا شابلو غير راح تختار لكم، باسكو الماء الخبز تعرفوا يشرب في ساعه، وتختار لكم تكسر، تختار لكم هذه لاباغي، دونك زيدوا له عظمه كان صرا لكم كيما صرا لي انا. فوالا ان شاء الله برك تكونوا فهمتوني واش قاعده ندير، هي راهي بنينه، هذه ناكدها لكم بنينه، الدجاج راح يكون طايب على خاطر طيبته في المرقه هذيك تاعو، وراح يجيكم بنين وخفيف خلاص. وبيان سور ماهيش يعني اكله
ماهيش ماكله، سي با ان بلا كوتو، سيتادير ماهوش غالي. ماهوش غالي، عبالي بلي الدجاج في البلاد راهو حسب واش نسمعوا احنا هنا راهو ما يتمسش، بصح معليش واش راح نديرو دو طون زون طون اون سو بيرمي احنا حوايج كيما هكا بوركوا با. فوالا، الا ما مقدرتوش ديروا، تقدروا ديروا لا ميم شوز بالزدر تاع الدجاج، قصوه طويل كيما نقولوا، طيبوه كيما شفتوني طيب دركا هادوما لي بيلون، وديروا لا ميم شوز راح يجيكم كيف كيف بنين بالزدر تاع الدجاج. فوالا، ونكملوا حتى الاخر. درك انا نكملهم، نحط المقلاة تسخن ونقليهم، باسكو راهو راح الحال، راح الحال. وكما قلت لكم لازمني ولدي نديروا الفطور قبل المغرب وقبل الكوفغ فو، سورتو الكوفغ فو هنا راهو على 7. الوغ درك راح نبدا نقليهم. ها فوالا، بيشوفها ناقصه قلت لكم نعاود نحط لها، كيما هذه باغ اكزومبل نزيد نحط لها شويه نتاع هذيك لاباري ونحطهم يتقلاو. نقص شويه في الغاز، لازم يكونوا مغلفين خلاص. فوالا، فوالا نبدلو شويه الماكله تاعنا حنا، مش ديما لا ميم شوز. نبدلو شويه نبدلو لي غو، نبدلو فوالا، نزيد ندير بلاصه للاخرين. فوالا، نقولوا الحمد لله على نعمة ربي والحمد لله على كل شيء، الحمد لله يا ربي على كلش. فوالا، نخليهم يقلاو بيان سور بلا ما نوريكم، ها كي تقلى الجهه هذه نقلبها حتى يحمروا مليح. انا حبيتهم يجوني فريمون احمر كيما نتاع لي فاست فود. فوالا، كيما نتاع لي فاست فود. هلا، بعد ما طابوا لي هادوما سي بون، حمرتهم ليه باسكو ولادي يحبوهم كيما هكا حمر. البطاطا كيف كيف طابت، دركا راح نسوطيها. الوغ راح ندير، حطيت شويه نتاع زبده لهنا ونخلط شويه من هذا تاني. هذه راهي زيت سبيسيال نتاع القلي. فوالا، ندوب مليح فوالا هكا، ونعاود نصوطي هذه الزبده البطاطا تاعي، نحط عليها شويه نتاع فلفل كحل. ونحطها تتصوتها، واش نحط عليها؟ نحط لها شويه نتاع معدنوس. فوالا، هذه هي الدجاج نتاعي بلي بوم دو تيغ صوتي. فوالا، الوغ كي تصوتيهم لازم تقويو في الغاز كوم سا يحمروا من فوق ومن داخلهم ديجا طايبين، دونك ما كان لازم نزيد نطيبهم انا. فوالا، هذا هو واش طيبت اليوم كوم دوزيام بلا. الجاري عندي من قبل، البوراك مانيش رايحه ندير، مانيش رايحه ندير اليوم، جوست جاري وكيود ولادي ما كانهمش كل ما نطيب لو مينيموم، لو مينيموم نعملو. فوالا، باسكو حنا ماناش وكالين ياسر، دونك ولما كي نعودو كل تحلى الماكله، مش كيما وحدنا، مش كيما غير حنا وحدنا. فوالا، هذه هي نخليها تحمار شويه في هذاك الزيت اللي حطيته والزبده، ونحيها ونسقيها وتاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله.
فوالا هذه لا غوسيت نتاعنا. البطاطا درتها سوتي كيما شفتوها، الدجاج ها هو حمرته ياسر باسكو ما يحبوه كيما هيك محمر. حطيت عليها رشه تاع معدنوس، زينتها بشويه زيتون، اي فوالا هذا هو لو دوزيام بلا تاعنا في رمضان. الجاري السلطه، هذا قعد شويه من الفولوفون. بون سي تو، شويه ديسير ونقولوا الحمد لله على نعمه ربي، وان شاء الله ان شاء الله ديما دائمه. الوغ الا شفتوا لا غوسيت وعجبتكم وجربتوها قولوا لي اسكو جاتكم مليحه ما جاتكمش مليحه، اعطوني رايكم فيها. وما تنساوش ديما طلوا على باج فيسبوك سافور عنابيه، ديما طلوا عليها ديما تلقاو فيها دي بلا ويعطيكم دي زيدي تو. الوغ نقولكم ما بقى لي غير نقولكم اتبقوا على خير وتفطروا بالصحه والهنا ان شاء الله، ونتلقى معاكم في لا بروشين فيديو. وديسي لا نقولكم في الامان. رمضان احلى ايامك، بارك هالمولى وادامك بالجنه تعطر انسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك.